انا رايحه بقى الفنان عزيز عليا جدا وبتابعه ودايما ما بيعملش حاجه وحشه، كل حاجه اسمه بيبقى فيها بتبقى ناجحه، يعني حقيقي يعني ما في حاجه عملها الا واسمه ناجح فيها. فيمكن هو يكون يعني دايما كده ايه محطه للسعد في الاعمال، الفنان وائل الفاشني اللي بيغني تتر مسلسل بيت الرفاعي. طبعا المسلسل بطولة الفنان أمير كرارة. خليني أعرف وائل هيمتعنا إزاي السنة دي. مساء الخير يا وائل. مساء الخير يا أستاذة، مشكر طبعا الكلام الحلو ده، لا ربنا يخلي أنت حضرتك. عارف مشكر أنا دايما يعني بحب أسمعك، وكل حاجة الحقيقة بتعملها بتبقى الله وشها يخلي حلوة حضرتك، على صناع العمل. الله يخلي حضرتك، ربنا يخلي حضرتك، ده شرف ليا والله السنة دي إن أنا هكون يعني جزء من عمل ضخم وكبير، وطبعا النجم الكبير أمير كرارة، وطبعا كان شرف ليا كبير يعني، فيارب يتمها على خير ويرزقنا التوفيق إن شاء الله في العمل إن شاء الله. النجم أمير كرارة هو طالع بقى يعني رئيس عيلة الرفاعي وبيت الرفاعية، فقول لنا أنت بتغني إيه بقى في التتر؟ والله اتجاه عامل إزاي؟ هتاخدنا فين يا وائل السنة دي؟ والله بصي هقول لك على حاجه، هو انا لما بشتغل ليا مجموعه شغل كده، لما بعمل عمل انا اللي بنعمله انا ومجموعتي، يعني المجموعه دي مودي كامل، ده الخواجه بتاعي، يعني انا بقول دايما كده طبعا مودي الخواجه بتاعي. انا ومودي بنشتغل ازاي؟ هو يقول حته انا اقول حته، الكلام ده كله بنعمل العمل جماعي دايما، تمام بيبقى العمل طالع مش وائل الفاشني اللي غنى بس، لا ده وائل غنى واللي كتب اقمار ومودي فلا ان شاء الله بامر الله، يعني ربنا احنا فاحنا احنا الثلاثه نفحه حلوه كده، ف يا رب ان شاء طب الله الناس ما تعجب الناس. تدينا نفحة كده في التاسعة برضو، يعني عايزين نفحة كده يعني تبقى اكسكلوسيف لينا يعني. والله انا يعني عارفه حضرتك ده، انا دلوقتي مع عمي في المستشفى، يعني ممكن اعمل مش عارف اقول لحضرتك ايه دلوقتي، ممكن اقول لا ايه. ده عمك هيسعد قوي، يعني الغنى بيسعد الناس كلها، يعني كل الناس بتبقى مبسوطة بصراحة. والله ده انا لازم اطلع كلام، يعني انا صدقيني والله نسيت، يعني نسيت كل حاجه وانت حضرتك بتكلميني دلوقتي، نسيت كل حاجه. يعني فاللهم صل على سيدنا النبي، هو بتقول جوه البحور افاعي، يعني مش عايز اقول يعني بصراحه يا استاذه، مش عايز يعني امانه الشغل تخليني مش قادر مش اقول عايز حاجه منه، تحرقها، يعني بس مش عايز احرقه انا خلاص بصراحه خدت يعني. الجملة، خلاص جوه البحور افاعي، فعلا البحور مليانة افاعي، ربنا يبعدنا عنها. مليانه افاعي، ربنا يسترها. لا لا لا، وكمان وبصوت اقمار وائل الفاشني الشاعره، بقى هتديها روحانيات لحد الله ما يخليك تطلع يا استاذ، الافاعي، يعني ندخل ويبقى المسلسل كده تمام، يعني الله يحصل يخلي له حضرتك، الله تطهير. يخلي يعني حضرتك، الله يخلي حضرتك، ده شرف ليا كبير والله. والله بصي يعني اذا كنت العمل ده ان شاء الله بامر الله، يعني ربنا وفقنا فيه، فهو الفضل الله سبحانه وتعالى، والمجموعه العمل اذا كانت اقمار اللي كتبت الكلام العظيم ده، مودي كامل اللي عمل المزيكا اللي ان شاء الله بامر الله تعجب الناس دي، والشكل اللي معمول ده، فمنير ماهر كل المجموعه، يعني أكيد اشكرهم طبعا، أكيد واقول لهم يعني الفريق ربنا كله يوفقنا السنه دي، لان الفريق كله احنا اول مره يسند الينا عمل كبير زي كده وناخد الثقه فيه، فبنقول يا رب ان شاء الله بامر الله لا أكيد نكون أنت قدها عند وقدود حسن ظنهم، يعني ان شاء الله بامر الله إن شاء الله. الاستاذ امير وكل صناع العمل يعني. أكيد يا وائل، وأنا متأكدة إنه إحنا في رمضان هيحصل مكالمة تانية، إن شاء وهقول لك الله إن أنا قلت لك الكلام ده، إنك يا دايماً رب وش السعد. أنت عارف يا أنا رب، دايماً ربنا يخلي بتمنى، حضرتك. بتمنى إيه؟ بتمنى إن أنت ترجع تعمل لنا حاجة بصوت شيخنا العظيم النقشبندي مولاي أتمنى مولاي في رمضان، ونرجع نسمعها بأجيال تانية، يعني ده والله والله بتمنى. أنا ليا رأي في الحكاية دي، لو حضرتك عندك يعني سنتين أقوله لك، يعني المولانا شيخنا النقشبندي ما فيش حد هيبقى زيه ابدا، طبعا طبعا لكن في يبقى ريحته، ايوه اخد الريحه، اخد الريحه بالظبط بتاعت مولانا النقشبندي واعمل بيها جديد، ايوه عشان خاطر يبقى العقد ده من الزمن او الوقت ده، لا ده كان في الوقت ده كان في مولانا النقشبندي، وكان في مولانا عمران، وكان في مولانا نصر الدين طوبار، دي لازم نتكلم واسامي فيها، تقيله. دي نقعد في رمضان نتكلم التقليد فيها لا ونقول شوية حاجات كده فيها روحانيات، ايه رأيك؟ في ايه؟ في رمضان بإذن الله. إن شاء الله، يا سلام، ده أنا تحت أمر حضرتك ما أنت خلاص عارفة يعني.
نعمل كده بإذن الله. أنا بشكرك، بشكرك يا وائل، كل سنة وأنت طيب، أنت وفريق العمل اللي بيعمل تتر بيت الرفاعي، لطبعا مجموعة العمل والفنان أمير كرارة اللي هينوروا شاشة رمضان من إنتاج المتحدة. طبعا شهر الفرحة حقيقي، يعني هيكون بإذن الله ده الشعار اللي بترفعه المتحدة بشكل عام على كل الأعمال، وإن شاء الله يكون شهر فرحة علينا جميعا.